السلام عليكم خواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله خواتاتي غنشارك معكم العسل والطريقه ان شاء الله ديالتي، وناجحه 100% وعلى طريقتي وغادي يعجبكم. البنات المبتدئات نوضوا صوبوا العسل وغادي يجيكم ساهل ان شاء الله، غير تبعوا الطريقه اللي غنعطيكم وغادي ينجح لكم وغادي تشكروني عليه. ما نقولش لكم ما شاء الله نوجدوا هذا العسل، رمضان على الابواب، الله يدخل عينا وعليكم بالصحه والسلامه يا ربي وبالعافيه يا ربي، وزيل عنا هذا المرض. شوفوا تبارك الله العسل القوام ديالو ومازال غادي يبرد وغادي يتعلق ويجي زوين. والشباك هي راه تبغى العسل يكون خاطر بزاف يكون زوين. شوفوا تبارك الله الشكل ديالو كي داير، انتم شوفوا القوام ديالو كي داير ما شاء الله. ما نقولش ليكم غير تبعوا الطريقه ان شاء الله وغادي تشكروني عليه. بسم الله على بركه الله ندوزوا للطريقه كيفاش غنحضروا وغادي يعجبكم ان شاء الله. انتم ما شاء الله شوفوا كي داير المذاق ديالو رائع، وشباكي غتنجح لكم واي معسله درتوها به غتنجح لكم. شوفوا تبارك الله اللون ديالو كي داير ذهبي ما شاء الله. ما نقولش لكم الشباكيه لك العسل خاطر تتنجح، ماشي نضربوا تمر على الشباكيه والعسل ما يكون جاري ما تيشدش فيها. ها انتم شوفوا تبارك الله تنهز غير بزز المغرفه، ملي غادي نطفيو فيها الشباكيه سخونه راه غادي يزيد يطلق هو. شوفوا تبارك الله ما شاء الله رائع رائع رائع، ما عليكم غير تبعوني ان شاء الله وغادي تعجبكم الطريقه ان شاء الله. بسم الله على بركه الله ندوزوا للطريقه. اولا اخواتاتي تنشكركم، نشكر خوتي الجزائري اللي دخلوا القناه وشجعوني وتابعوني، شكرا لكم بزاف ومبروك عواشركم. وشكرا لخوتنا المصريين الجزائريين التونسيين المغربيين من حائل العالم اوروبا، اي واحد تيتابع القناه ديالي تنشكرو بزاف، تنشكركم بزاف اخواتاتي اخوتي الله يجازيكم بخير. ما عليكم غير تشجعوني ولي لايك اخواتاتي، لي لايك راه مهمين، والفيديو تفرجوا فيه من الاول حتى الاخر حتى هو مهم. وانتم اللي خليتوا قناتي تكبر، وانتم اللي خليتوني نتشجع، وانتم اللي خليتوني نستمر ونزيد نعطي المزيد. وشكرا لكم بزاف والله يجازيكم بخير. بلا ما نطول عليكم ندوزوا للطريقه كيفاش غنحضروا ان شاء الله. هنا بسم الله على بركه الله خواتاتي، ها المقادير ديال العسل اللي شفتو معايا من قبل، تيجي زوين وتيجي ناجح 100%. تحضيرات رمضان ان شاء الله نحضروا به البريوات، نحضروا به الشباكيه، نحضروا به كاع المعسلات اللي بغينا نحضروا به يكون عندنا في الدار وناجح 100%. وغنشاركوا معاكم، واخا راه حاطه في القناه ديالي من قبل راه ناجح حتى هو وزوين. غندير معاكم العسل طبيعي زوين وفي الدار وعلى يديكم وغينجح ليكم، بالخصوص البنات المبتدئات ان شاء الله ما غاديش تلقاو معاه صعوبه. المهم غير تابعوني مرحله مرحله وطبقوا داكشي اللي غنشوفوا معايا وراه غينجح لكم العسل ديالكم ان شاء الله، ما غتلقاوش فيه الصعوبه. عندي هنا 2 كيلو ديال السنيده، عندي حامضه اللي قطعتها طرونشيات بعد ما غسلتها قطعتها بحال هكا، عندي شاشيه ديال المسكه الحره، واللي ما عندوش المسكه الحره راه غيتسغنى عليها من طبيعه الحال، واللي عنده يديرها راه زوينه. غادي ندقها مع شويه السكر ونخليها حتى الاخر حتى تخلي العسل يجي معلك. يمكن لكم ديروا حتى جوج شاشيات راهم مزيانين. وعندي عويدات ديال القرفه حتى هما زوينين، انا عزيز عليا العسل تكون فيه القرفه. وإلا عجبكم هاد العسل وبغيتو العسل ديال الاعشاب منسم زعماك بالاعشاب حتى هو يا خليو لي في التعاليق ونديرو ليكم، راه حتى هو تيجي زوين. هذاك يمكن ليكم كاع اللي خارج المدينه وما عندوش منين يجيب العسل، هذاك راه دهنوا به الرغيف ديالكم البطبوط ديالكم المسمن ديالكم، تستعملوه في الاستعمالات ديال الكوزينه كامله حتى يجي زوين. والله ما نقولش لكم اخواتاتي واحد الريحه واحد الطيبه تقولي هو العسل الحر، تيجي زوين حتى هويا تنديرو بالاعشاب كامله. المهم هذا خاصو الصغير المعسلات الشباكيه، وان شاء الله انا قريب نحطها لكم حتى هي. المهم انتم غتشوفوا معايا بسم الله. عندي طرو ديال الماء البنات ما قلت لكم، عندي نجيب الطنجره ديالتي ديال الضغط غندير فيها السكر داك هي الاولى، نحيد هذا الشيء بحال هكا نجيب لكم الطنجره، ضروري الطنجره ديال الضغط الكيلو الاول، ها الكيلو الثاني، ها
غندير ليطرو ديال الماء. بسم الله بسم الله بسم الله على بركة الله. بالنسبة للسنيدة راه غير تخدموها، ماشي بحال القالب ديال السكر. القالب ديال السكر يمكن لكم ترطبوه في الصباح وما طيبوه حتى في الليل، يمكن لكم ترطبوه في الليل والصباح تنوضوا طيبوه. السنيدة لا ساهلة، غير تذوب معانا غير تتوجد. يلا ما غنحطها فوق البوطه تذوب ليا شويه بحال هكا. تحركوا صافي. هاد المسكه الحراره قلت لكم غنطحنها مع شويه السكر. غندير هاد العودات ديال القرفه، غندير حامضه. الحامض راه مزيان، تيخليش لينا العسل يجمد وما تيخليش لينا العسل يخسر، حتى هو تيحافظ لينا على العسل. هاك حنا غنديروا العسل طبيعي دون حتى شي حاجه محافظه الا الحامض اللي راه زوين ما شاء الله. بغيتو ديروا حتى دواورات ديال الليمون ديروهم حتى هما راه تيجيو زوينين. المهم انا غندي فوق البوطه وغنخليه حتى يغلى مع التحراك، الاستمرار ديال التحراك انتما غتشوفوا. ومني غادي يغلى غنسد عليه واحد 30 دقيقه حتى ل 35 دقيقه، نحسبها ليه مدقه 30 البنات حتى ل 35 ونحلو عليه. المهم انتما غادي، المهم انا تنأكد لكم مني نحلو عليه غنشوفوا كيفاش جا، ولكن انا غادي دابا ندي معاكم فوق البوطه غتشوفوا المرحلة حتى يغلى وحتى نسد عليه وحتى دوز 35 دقيقة ونتلاقاو تاني. هانتوما هنا خواتاتي، ها هو بدا تي داب السكر، منقولش ليكم داب صافي، سمعتو هانتوما داب السكر. ها هو بدا دابا تيدير في الكشكوشة، غادي يجي من مرحلة الغليان صافي. وغنسد عليه وغنخليه 35 دقيقة ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله ونشوفو واش خاصو طياب ولا طاب ولا. مهم مرحله مرحله باش نوصل لكم كل هالفكره ان شاء الله، وتجربوه وغينجح معاكم. طريقته زوينه وناجحه ومعتمد عندي دائما ندير به المعسلات ديالي. مهم ناجح ما شاء الله، ما غنعطيكمش حاجه اللي ما ناجحاش. المهم نتوما غير تابعوني، عليكم غير تشجعوني اخواتاتي. نتلاقاو ان شاء الله مني دوز 35 دقيقه خواتاتي. سديت عليها بدا السكر، عاد نكتب لها 35 دقيقة والعافية. غادا نحطها تكون مهيلة، تكون مجهدة مهيلة، ما مقوسة لا مجهدة، حيت حنا 35 دقيقة غنحلو عليه باش يكرق لينا الماء. هادي هي الطريقة صافي. هنا خواتاتي بعد ما دازت 30 دقيقة، 30 دقيقة وربعة دقائق اللي حسبت ليه نتوما 30 دقيقة طفيو. شوفوا تبارك الله ما شاء الله العسل سر واجد معانا وزوين. مهم ها نتوما غندير هاد المسكه الحره اللي دقيتها مع شويه السكر باش تدق ليا باش تحل ليا صافي. و ها نتوما شفتوا غنزيد واحد 5 دقائق ولا 2 دقائق صافي. غنشعل عليه ونخليه يتبخر شويه يغلى ويعاود صافي ونطفي عليه. هذا هو العسل ديالي هانتوما خواتاتي، نتمنى من الله تعجبكم الطريقة وتعجبكم. المهم صافي هاد المسكة الحرة تعلق معاه شوية صافي. هاد الحامضات هانتوما شوفوا كيتغير اللون ديالهم باش نعرفوا العسل راه طاب. هانتوما شتو هاديك القرفة درت ثلاثة العويدات هي اللي غيرت لي اللون بحال هكا صافي. العسل ديالي دابا راه موجود غير باقي سخون، غنخليه واحد 3 دقائق ولا 2 دقائق يغلى ويعاود صافي ونطفي عليه. اللهم العسل يكون جاري ونعاودو نبخروه ويحيد منه الماء، ولا العسل يكون خاتر بزاف نزيدو فيه كاس تاع الماء طيب والعسل يكون ناجح مزيان، ماشي نخليه يتحرق ويجينا ما مزيانش. نعطيه الوقت الكافي ديالو. نتوما البنات المبتدئات 30 دقيقه ونقصو عليه العافيه، ماشي مهيله بزاف وماشي مجهده بزاف صافي. ملي تصفر الكوكوط تحسبو 30 دقيقه، تكمل 30 دقيقه طفيو عليه. انا خليته 35 دقيقه وربعة دقائق ولا 3 دقائق بحال هكاك شديت. المهم 30 دقيقه ما تفوتوهاش، انا تنأكد ليكم باش العسل ديالكم ينجح ليكم. دابا غنخليه واحد 3 دقائق هاد المسكه الحره حتى لجوج دقائق صافي. هذا هو العسل ديالي وهذا هو القوام ديالي تبارك الله. هانتوما ما شاء الله شوفوا كيفاش يجي، تيجي غزال. تنأكد ليكم البنات باش ينجح لكم العسل ان شاء الله. المهم ها هو غادي يبرد ان شاء الله، نوريكم القوام ديالو كيفاش جا.
صافي هنا خواتاتي ها هو شفتوا خليته 4 دقائق حتى 5 دقائق من درت المسكه الحره. شفتوا تبارك الله نتوما ما شاء الله كيدير. المهم راه تعرفوه طاب غير بهادو. دابا راه حك بقي سخون بقي سخون، نخوي لكم واحد شويه فواحد الطبسيل تشوفوا هانتوما شفتوا تبارك الله ومازال غادي يبرد وغادي يجي خاتر وزوين حك ملي نطفيو فيه المعسلات ديالنا غادي يزيد الطلق العسل يكون القوام ديالو خاتر باش يشد لينا في الشباكيه. هذه هي الطريقه ديالتو راها زوينه والحامض راه صافيها وشتو على هاد اللوين صباح الحامض على هاد اللوين عرفوا العسل راه وجد. ما عليكم اخواتاتي غير تشجعوني لي لايك كومونتير زوين، خليو لي في التعاليق اي حاجه عجباتكم وبغيتوها انا تحت الاشاره ديالكم. وشكرا لكم على التعاليق اللي تتخليو ليا وشكرا لكم على لي لايك وشكرا لكم على الثقه اللي وضعتوا فيا وتدخلوا لقناتي وتشجعوني. شكرا لكم بزاف والسلام عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وديما مع الجديد وشكرا لكم.